يعني ناكلها بالمناسبات. مناسبات بالمناسبات نحن دائما ناكل هيك برجرز، بس برجر عن برجر بتفرق. واليوم رح نعلمك كمان برجر ونشوف هيك مطعم برجر غير شكل. خلينا نشوف هذا الريبورت. حلوه ومره. اهلا وسهلا فيكم، نحن بمطعم فوكست بيورلي على البرجرز. التارجت سيجمنت تبعنا هن اليونج بيبل الترندي اللي بيهتموا بصحتهم واللي بيحبوا ياكلوا برجرز. اللحمه اللي بنجيبها نحن اوستراليان، ما بنخلط شيء فيها، ما فيها انتي بايوتكس، ما فيها جينيتيكلي موديفايد ايتمز. فكرنا بالكواليتي قبل اي شيء لانه الكاستمرز صاروا سوفيستيكيتد، صاروا يعرفوا وبيهتموا بصحتهم وبدهم ياكلوا شيء صحي، بس بدهم ياكلوا شيء يستلذوا فيه كمان. المحل اول شيء فيه سبيس، ما في كثير عجقه، ما عاملين كثير يعني داينر كونسبت. الالوان مريحه وفرحه وبنفس الوقت هيك بتعطي انرجي. هلا نحن رح نعمل لكم اربع انواع برجر، ثلاثه منهم موجودين على المنيو، وحده هي بيلد يور اون. كثير طيبين، خلينا نشوف. شو مختارة برجر وما كتير بتنصح؟ منيحة. ايه منيحة اكيد، انا كتير بحب البرجر كمان. مين ما بحب البرجر؟